السلام عليكم، اهلا فيكم في الفيديو الثالث من سلسله الدردشه عن ابل وش اللي بتسوي ابل سنه 2019. تكلمنا عن الايوس البدايه، بعدها دخلنا بما ان الايوس ما راح تقدر تستخدمه مع الايفون وراح ينزل مع الايفون الجديد، بعدها تكلمنا برضو على طول عن الايفون وسوينا الجزء الاول عن الايفون. تكلمنا عن الكاميرات تقريبا الكاميرات والواي فاي 6، هذه الاشياء اللي تكلمنا عنها. نخش معكم الجزء الثاني الحين من عن الايفون ونكمل معكم تسريبات والاشياء اللي نتوقعها، فخلونا نبدا. طيب الحين 120 ل 90 هرتز. طيب اتوقع الايفون يعني الجديد ينزل، ما اتوقع حتى 90، حتى ما اتوقع يتغير، ما اتوقع يتغير ابدا كلش. 60 هرتز عادل في إذا الايفون إذا ما ان الايباد برو هو موجود 120. اي لكن الايفون LCD 120. إيه. فالايفون تقدر تخليه 90، تقدر تخليه 90 بس ما اتوقع الار اللي بينزل جديد تقدر تخليه 120 بس ما LCD لانه إيه. ما تقدر تحطه، لانه لو بتحطه هنا يعني كانها تحط ميزه في الار اللي هو رخيص. اي اللي هو ما بكل ميزات فيه موجود، يعني سعره ارخص من غالي اللي هو الإلافن، فأتوقع الإلافن لازم يكون فيه الميزات كلها. فيمكن لو بتحط ما تحط 120، تحط 90 تحط فيهم كلهم، أو 90 تخليه في الأوموليد اللي بثلاث كاميرات وبكاميرتين ما تحط فيه شيء، تخليه 60. إيه يعنيهم كلهم سواسية، أو لأن الأر ما بياخذ شيء ما موجود في النسخ العادية. فيمكن ما راح تحط وطبعًا 60 و90 هيرتز وال120 هيرتز ما راح تلاحظها بالكاميرا، لازم الكاميرا تدعم 120، جوالك يدعم 120 وتشوفه من كذا. فالأحسن إنك لو تبي تعرف الأشياء كلها لازم تروح تمسك آيباد برو جديد مال السنة دي والسنة اللي راحت وتشوف تحرك الجهاز وتشوف السلاسة حقتها. وجنبك عاد يصير يا آيباد أو جهاز قديم وتشوف، لأنه بالحالة ما أتوقع إنك تلاحظها بس إنك إذا كنت تحب التغنية يعني كثير راح تلاحظ. بس الشاشة طبعا انا اللي اتوقع انه ما بتتغير واجد، الريزولوشن ما راح شيء البي بي اي، يمكن البي بي اي يقل البكسل برنج كان يقل بسبه ان احتمال الماكس بيصير اكبر، ما في اشاعات ان الماكس بيكبرونه، احتمال الماكس بيصير اكبر والحجم العادي بيصير اصغر والار بيصير اكبر. طلعت اشاعات انه بتغير الترتيب، بس بتغير الترتيب بملي انش يعني صغار ما راح تلاحظ. انا قلت لكم انهم طبعا يشترون اغلى شاشه سامسونج تبيعها على ذاك الوقت، لان سامسونج اغلى شيء ما تبيعه دائما. ف اتش دي ار بلس هذا المتاكد انه بيجي، هذا الفرق الكبير الاتش دي ار بلس مالها. بما انه حاطين الاتش دي ار الحين بيحطون الاتش دي ار بلس في الجديد. اي بس في الشاشات قصدي. اي وثاني شيء طبعا هم لان السنه راحت هم قاموا يقولون انه احسن جهاز للمشاهده وغيره، الاتش دي ار بلس بيخلي اجمل واحسن. ف برايتنس شوي ترتفع، الاضاءه ترتفع لان ال سي دي افضل اصلا بكثير من الاضاءه. إيه لان الحين وصلنا 1400 في الشاشات الجديدة مالة سامسونج. بس يعني إذا حطوا مثلا تصوير ليلي والنوتش ما راح تحركه الحين أبل، يمكن السنة الجاية يتغلل من، فما توقعت حركه. لو نتكلم مثلا عن اليو اس بي سي، الحقيقة ودني يو اس بي سي، لأن الحقيقة أوكي الحقيقة عندك ودك يو اس بي سي، أنا الحقيقة عندي ما أبي يو اس بي سي عشان خلاص كلهم سواسية، لأن ما أبي أنا تصير سواسية. الماك فيهم يو اس بي سي. طيب لابتوب أي الايباد فيه يو اس بي سي. طيب بس يو اس بي سي بعد الايفون يو اس بي سي وخلاص، او انه على الاقل في الصندوق نفسه يصير لايتنج ليو اس بي سي. اي لا اللايتنج يو اس بي سي اوكي، بس انه يصير هو الجهاز الايفون يتحول من المدخل حقه يو اس بي سي. نودنا يصير يو اس بي سي عشان يصير ستاندر، يعني يصير خلاص. انا ما ابي ستاندر في الايفون، ما بس يصير ستاندر في العالم، ما علي من العالم كل يعني تشحن شحن يشحن بشحن، ما بيك تشحن بشحن يعني صرت خلك بالاندرويد شاحنك يو اس بي سي، تشحن الايباد ولا بلابتوب ما بيك تشحن بالايفون حق، انا شواحني عادله. ثاني شيء ابل لايتنينج متقدم من زمان على اليو اس بي سي، وابل لو بتفكر في لو بتغير في الايفون يا تشيله خلاص تكنسل المداخل كلها او انها تتم عليه، لان ليش يو اس بي سي؟ ادري ان الفرق السرعه ما بكثير وذا، بس هذا اللي فكرت فيه ان اصلا القفزه لو نقفزوا وهم ناويين يشيلون المدخل براد، المدخل راح ينشال في جميع الجوالات في المستقبل. لو نقفزوا كم الحين؟ 3 سنين 4 سنين. ليش تحول يو اس بي سي؟ خله يعني اذا كان المدخل الايفون يدعم شحن 18 واط خليه يو اس بي اللايتنينج ويدعم 18 واط. حلو، ما اتوقع بيحطون سوبر تشارجر ب 50 ولا ما ادري سوبر تشارجر ليش؟ اذا الايباد 18 واط وشغال حلو يعني في الايفون 18 واط اصلا لو يخلون يدعم 50 ولا 100 نفس اللي قاموا يطلعونه الشركات الصينيه وذيلي يقلب جهاز، لان تعرف من الايفون غيره للعامي للناس كلهم، اكثر الناس كله شبكه يشبكه ويشحن ولا شبكه ويهد البطارية تقل البطاطس، ما احتاجه انه في لا شيء. ثاني شيء ليش احط جوال يعني احطه 45؟ ابل لابتوب عندها الماك بوك اير 29 واط، احط الايفون 45؟ 100 وصلوا وين احنا فيه؟ ليش؟ لابتوبات ما وصلت 100 واط، 18 واط اشحن يعني صرت مستعجل من 0 الى 50 في 30 دقيقة. حلو بس حلو، اذا كنت مستعجل اني بطلع مستعجل فخلاص 50 دقيقة بتكفيني، مستعجل بتطلع بترجع مستعجل. زين تتوقع في الصندوق الشحن السريع؟ ايه
أنا لو بتكلم معك عن الشحن السريع بالنسبة لي لو أني مستخدم طبيعي عادي يعني بشتري الايفون بيتم معي فترة يعني بيتم معي الايفون 3 سنوات 4 سنوات الشحن السريع ما أحتاجه مضر بداية يضر الجهاز إنه شحن سريع حرارة قوية. فأنا بالنسبة لي مثلا لو بشتري حق أمي جوال جديد ايفون وفي داخل العلبة شحن سريع أخذ الشحن السريع وأعطيها شحن عادي وأقول لها أخذ الجوال وشحني فيه. أمي بتحطه وهي تنام الجوال ليش شحن سريع. ثاني حاجة أنا ليش أشحن سريع جوالي وليش أبي في العلبة؟ العلبة أوكي شيء ممتاز شحن سريع في العلبة بس أنا لو بيخيروني لجيت بشتري الجوال يقول لك في شحن سريع وفي شحن عادي وأنا الجوال حقي بشتري ما راح أغير السنة الجاية مثلا أختار الشحن العادي ليش؟ أول حاجة أبا ما راح تخيرك والله مشكلة أنا قلت لك ما تحط الشحن السريع راح الناس يقولون لي ليش ما تحط الشحن السريع ليش ما أدري شنو. أول حاجة دقيقة سامسونج قصبا عليه تحط الشحن السريع في العلبة حقتها أصلا معايرينها ليش ما يحطون 25 مع التن ولا الفولد. فهواوي قصبا عليه تحط الشحن السريع. أبل ما بقصبا عليه ليش؟ أبل ما راح تختار عاد شحن سريع خاص فيها. أبل قالت لك الشحن السريع بي دي باور ديليفري يعني راح بقالتكم تلقاها باور ديليفري يبيعون لك الشحن السريع في كل مكان إذا صارت بقالة ويامن طبعا ما انت مسخرة يعني معروفين عندنا في السعودية خاصة اللي يشتغلون بقالة اليمنية جزاهم الله ألف خير يعني تخش فيها كل شيء موجود داخل كل شيء تبيه موجود فيه الحقيقة يعني خاصة في الخطوط فيعطيهم العافية يعني بقال صح سوبر ماركت يعني يعتبر حتى لو نصير رحنا البر مرمرات شرينا قارب فنتمنى يعني الشحن السريع ما حطه في العلبة يعني لا تحطيني في العلبة لكن اختاري شحن سريع في كل مكان ينباع. مثلا احنا اعطيك حركة انت عندك الجوال حقك شنو سامسونج المعالج حقك شنو الاكسنس اكسنس ايه. اوكي اذا ما حطيت لسامسونج في العلبة الشحن السريع بروح جري بروح اي مكان ما راح القى شحن سريع لها بروح ايه. ادور بس بشتري مثلا شحن سريع بي دي البي دي حق الايفون اكثر شيء او ان الاجهزة العادية الاجهزة للناس الطبيعيين بي دي او الكيو اي كيو 3 كيو تشارج حق كوالكوم فسامسونج اوكي سامسونج المعالج حقي في السعوديه ما بكوالكم فلازم تحط الشحن السريع في العلبه لانه ما راح احد يقدر يشتري شحن سريع لان بعض الشواحن مالت كوالكم ما تدعم الاكسنس فلو كانوا عندك واحد من الشباب عنده ال جي او اخر ال جي اللي يصير فيه شاحن كوالكم سريع بعضهم ما تقدر تشحن شحن سريع اذا صار عندك اللي هي الاكسنس طب وتخير هي لازم تروح وتنقي لك شاحن عادل يضبط اوكي فانا عجبتني الشركه قالت لي امسك جوالك حطنا لك شحن بطيء لكن صرت تبي تشتري شحن سريع في اي مكان تقدر تشتري واي شيء وانت مغمض طاقه شحن سريع يعني 90% يكون يدعم البي دي الحين اما سامسونج لا شريت الجوال احتفظ بالشاحن حقك للضيعه ان ضيعت الشاحن حقك نادر راح تحصل لك انه شاحن يدعم الشحن السريع حقك لا يقصد عليك جوالنا يدعم الشحن السريع ترى وراح شرح ربط بالشحن السريع شحن سريع. سريع بس ما بسريع حق شركتك كويس الحركه زين شلون اللي هو 80 18 حطوا 18 ويحطون خيار في النظام نفس اللي عند في السكن مالهم انك تطفي تقلبه لا ما راح تحط لا ما راح تحط انا اتوقع ان هي متاخره صار هذا الشيء انه بتسوي حركه لانه ما راح تحطه ليش لانه في الايباد موجود 18 واط هذا قاعد يستخدمونه الحين اي ادري ما يحبون الناس او انه خاصه اذا صار عند الشياب ليش ما يشحن شحن سريع ليش شحن بطيء لا يقدرون يخلونه بالنظام اللي مثل كل الجهاز اللي بالنظام بالذكاء الاصطناعي يعني يجي تحطه وانت بتنام يدري جوالك مرك الحين وقت النوم وانت تارك جوالك وعرف ان ذا وقتك وقت النوم وانت ما بجلس تستخدم جوالك طفيته وخليته مثلا 10 دقائق ما استخدمته فلي الحين يقول ليش انا اشحن سريع اشحن بطيء يدري هو من الوقت على وقت استخدامك اغلب الاجهزة الحين فهذه الحركة حلوة بالنسبة لي من اول بدايات تقريبا زمان يعني التابل من زمان يقول لك تشحن بسرعه لين 70 بعد 70 يصير بطيء لا بعد 70 لا شغل ده بس اللي هو موت مام ولا موت تصحى ولا ذي اي قبل سنتين يسجلونه اي كان هواوي ويا ابل هذا اللي تتكلموا علينا ويقولون هذا عندنا ابل حطاته في الجوال هواوي قالت احنا اول جهاز اول اصطناعي احنا بس احنا اول احنا اعلن اول بس وينه ما بعد ينزل لا احنا بسرعه 7 نانومتر اي لا حتى الذكاء الاصطناعي قالت عنه و7 نانومتر والذكاء الاصطناعي اللي هو سندرا قالت اول جهاز 7 نانومتر في ذكاء اصطناعي بس وينه واسرع من الايفون قالوا اي دائما احنا اسرع وصل ما وصل حق لكن لما نزلناه بس ما بعد ينزل بعد 3 سنوات ينزل والايفون الشهر الجاي ينزله والناس يستخدموه هم يعلنون قبل ما علمنا في الاعلان احنا ما على بداياتهم كان هو الذكاء الاصطناعي ما الذكاء الاصطناعي كان اللي هو ناس بتحط تطبيقين مع بعض ولا شيء ولا يوتيوب يفتح شيء ثاني دائما فيعطي والله اذا فتحت شيء يعطيك ثاني هذا بدايات الذكاء الاصطناعي اللي هو وش التطبيق تفتحه مره والكاميرا اللي جت تصور يقول لك انه هذا كيكه يعدلها ولا هذا ورده انا نوكيا هذا موجود المهم يعدل لك الالوان يطلع الذكاء الاصطناعي يقص على الشخص يكذب اغلب الشركات لها سنين ما ادري ايش التفتوا عليه هي قامت تقول والله
واردها انا ايفون الحين اي خلص الاي اس اي اتوقع نسوي ثالث لحق الايفون فننتظرون ثالث لحق الايفون نتكلم عن الاس اي ونتكلم عن اشياء ابل تسويها اتوقع الفين سوى اشتراك بالقناه ونشعر شغلوا الجرس ونشروا المقطع وانتظرون في الفيديو ذات الايفون السلام عليكم سلام